أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم الثلاثاء 27/9/2016. بالأمس تشكلت سحب ركامية على المناطق الجنوبية الشرقية وسقطت أمطار متوسطة على البداير وخفيفة على مرغم. وإليكم صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم حيث تشير إلى خلو الدولة من السحب. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة حيث نلاحظ امتداد منخفض البحر الأحمر مع امتداد مرتفع جوي على شمال شبه الجزيرة العربية. تصاحبه رياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر معتدلة السرعة. والطقس حار نسبي نهارا على المناطق الساحلية وحار على المناطق الداخلية نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والجنوبية. وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف خاصة على المناطق الشمالية. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم: الساحلية أواخر الثلاثينات، الداخلية أوائل الأربعينات، وأخيرا الجبلية أوائل الثلاثين درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي حيث يكون خفيف إلى متوسط الموج، وكذلك الحال في بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ومناسب للأنشطة البحرية. طقس الغد يكون الطقس حار نسبي على المناطق الساحلية وحار على المناطق الداخلية نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، مع تكون بعض السحب المنخفضة بعد الظهر على المناطق الشرقية. وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غربا، مع احتمال تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة. دمتم في حفظ الله ورعايته.